إذا بخمس دقائق دعونا نحل بعض التدريبات حقيقة. لديكم مجموعة من الجمل، انظروا إليها جيدا. نمبر 1 they hunt animals. نمبر 2 they opened the apart last year. نمبر 3 she is writing a letter. She is writing a letter. الآن هو دوركم أن تحولوا هذه الجمل إلى مبني للمجهول. أول خطوة تقومون بها كما قلت لكم حددوا زمن الجملة، وعلى ضوء زمن الجملة بإمكانكم أن تتصرفوا. نعم، الجملة الأولى لفاطمة. نعم يا فاطمة. الجملة زمنها حاضر بسيط. حاضر بسيط، تفضلي. الفاعل زي والمفعول به animals. نعم. نحط أول شيء animals، الفاعل أي animal. نضع الفعل المساعد ار. لماذا ار؟ لانه انيمال جمع. احسنتي، رائع، لان انيمال جمع. بعد ذلك هانتد، الهانت فعل نظامي نضيف له اي دي. ممتاز، رائع جدا. نضع باي والذي نحولها الى ذم. الذي تتحول الى ذم من ضمير فاعل الى ضمير مفعول به. احسنتي يا فاطمة. إذن أيضا هذه ملاحظة مهمة، في حال كان الفاعل ضمير، طبعا سيكون ضمير فاعل بالتأكيد، فيتحول إلى ضمير مفعول به by them. لاحظوا زي تحولت إلى them object pronoun، ضمير مفعول به. إذن animals are hunted. أيضا هنا جميلتكم فاطمة نبهتكم إلى ملاحظة أنه في حال كان الفعل نظامي، الفعل النظامي لا يوجد له تصريف ثالث، إذن ضيفوا له ED. إذن التصريف الثاني نفس التصريف الثالث بالنسبة للأفعال النظامية، فضيفوا له ED. الفعل hunt هو نظامي. أصبحت الجملة animals are hunted by them، أي تصطاد الحيوانات من قبلهم. جملة نمبر 2 they opened the apart last year. They opened the apart last year. نعم يا بشرى. أول شيء منحط المفعول به الأوبجيكت the airport. The airport. بعدين عنا هوني airport مفرد منحط was. عنا جملة ماضي. نعم تفضل. جملة زمن ماضي بسيط، وهون عنا airport مفرد منحط was. لماذا was يا يا بشرى؟ الفاعل ذي جمع، لماذا وقعتي was؟ بس هون عنا airport يعني مطار مفرد. رائع جدا. إذن الفعل الكون يكون حسب المبتدأ الجديد وهو المفعول به. أكملي أحسنتي. The airport was. عنا الverb 3 هي opened. فعل نظامي يبقى. نظام. بعدين last years. Last year. Last year. By them. By them. رائع، شكرا لك يا بشرى. إذا زمن الجملة هنا ماضي بسيط، المفعول به هو the airport المقار. إذا the airport was opened last year by them، أي افتتح المقار العام الماضي من قبلهم. Sentence number 3 she is writing a letter. يا أصال، she is writing a letter. تفضلي. أو شيء نحط ال I letter مفعول به. الزمن جملة ماضي مستمر. ماضي أم حاضر؟ حاضر مستمر. أي تفضل. أي منحط ال أم أو مستمر آر هون. المفعول به هل هو مفرد أم جمع؟ هو من يقرر؟ هو مفرد. المفرد تقعين آر إلا إيش؟ إيز هون. إيز تماما. نعم. بعد ذلك بينج. رائع. ومن ثم writing ماذا تصبح؟ write. تصريف الثالث writing. تصريف الثالث من write wrote. written. written. write wrote written. إذا هون أهمية الأفعال الشاذة، يجب أن أكون حافظ الأفعال الشاذة. إذا letter is being written إذا by her. الشيء تحولت إلى ضمير مفعول به هير. شكرا لك يا أصال. إذن a letter is being written by her، أي الرسالة تكتب من
قبلها. لاحظوا إذا صيغة حاضر مستمر مبني للمجهول. أيضا لدينا الثلاث جمل الأخيرة هنا. They were constructing the canal. نعم يا بتول. They were constructing the canal. أنا لا أترجم، أريد منك أن تعرفي أنت المفعول به أين يوجد. المفعول به the canal. The canal. زمن الجملة ماضي مستمر. نعم. نضع إذا كان الواز being constructed. ليش؟ نضع واز لأن الفاعل. تمام ممتاز. لأن المبتدأ الجديد المفعول به هو مفرد. لاحظوا أشياء هنا مهمة جدا. كانت وير هنا فتغيرت إلى واز، لماذا؟ لأن المفعول به أو المبتدأ أو المفعول به هو مفرد. كانت وير لأن الفاعل جمع، الفاعل الآن مهمل تماما في جملة المبني للمجهول، ليس له داعي إطلاقا، يعني ما له أي علاقة في تحديد المفعول، في تحديد فعل الكون. إذا المفعول به هو من يقرر فعل الكون. المفعول به هنا مفرد وبالتالي وضعنا واز. إذا أحسنت يا بتول، was being constructed. إذا التصريف الثالث من constructing هو constructed. إذا by them. Number five, he has seen the sand gazelle. He has. نعم يا لبابة. He has seen the sand gazelle. أستاذ هون بتصير الأوبجكت أول شيء the sand gazelle. بعدين has. بعدين been. بعدين seen by him. رائع جدا. The sand gazelle has been seen by him. إذا ممتاز. صيغة حاضر تام فقط وضعنا بين الفعل المساعد والفعل الرئيسي. أخيرا by 1990 they had built the tunnel. إذا هنا يقوم بالعام 1990 they had built the tunnel. طبعا tunnel هنا تعني النفق. نعم يا مريم كنتار. نعم تفضلي. أستاذ هون الجملة عنا إياها هي ماضي تام. نعم. المفعول به ذا نتل نحطه مبتدأ. تانل. نعم. ثاني مبتدأ منحط هاد. هاد بين بولت باي بيلت هو نفسه ذيم. إيه اسم المفعول نفسه. رائع أحسنتي. شكرا لك يا مريم. إذا باي 1990 the tunnel had been built by them. بني النفق من قبلهم. إذا إجابات رائعة جدا. شكرا لكم.